السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوة أمينة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة مزيانة إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة ديال التريد، وصفة ديال التريد بلدي. غادي نمشيو بسم الله على بركة الله. هنا عندنا نص كيلو ديال الفينو، وهنا عندنا نص كيلو ديال الفورص الدقيق الأبيض، نوعية مزيانة. مهم عندي بيناتهم كيلو. عندي هنا ملح على حسب الذوق، والماء باش عادي باش نجمع العجينة. يلا نبدأ بسم الله. هنا عندي واحد القبيسة تاع الخميرة ديال الخبز فورية، قبيسه هي باش ما يتهضم لينا، باش ما يضرناش في المعده. هي قبيسه، انا ما كندير لا سكر لا والو، حيت عندي الوالده فيها السكر، ما كنديرش انا السكر نهائيا في الخبز ولا في اي حاجه. بعد ما دلكتها حتى ولات على القوام هذا، ولات رطبه، راه ما قاصحه بزاف، ما مرخياش بزاف على هذا الشكل هذا. غادي نشكلها، ندير شويه الزيت، نشكلها كويرات. كويرات يصهر. الكمية اللي عندي تاع العجينة كاملة، ما قلت لكمش فاش تنقطعها، كنغطسها هكا في الزيت وكنحطها كلهم مغطسين في الزيت حتى تمكى باش يبقاو ما يبسو ما والو. غنغطيهم بواحد البلاستيكة ونخليهم مستراحه. غادي نقول لكم اش بينا نديرو في المرقة، المكونات اللي بينا نصبو بهم مرقة ديال التريد. هنا عندي فروج بلدي، بلدي هنا عندي واحد بعض البصلات كبار مشنشين على هذا الشكل. عندي الزيت المائده والزيت العود، زيت الزيتون. غندير نص كاس نص كاس. هنا عندي التوابل، عندي خرقوم عود جوج معالق صغار معمرين، عندي سكنجبير جوج معالق صغار، وهنا الملحه درت جوج معالق عامرين مزيان على حسب الملحه على حسب الذوق. وهنا عندي واحد المعلقه ديال التوابل ديال الدجاج، وهنا عندي واحد الطامه ديال السمن. انا ما موجدش عندي السمن، درت هاد الطامه واخا تيقول لك هاد الطامه مزياناش حيت ما عنديش السمن، درناها باش تنسم لينا. هنا عندي واحد جوج دويمات ديال الزعفران، وواحد جوج معالق ما عامرينش ديال البزار على حسب التوا اللي تياكل الحار، اللي ما تياكلش ما يديروش. هنا عندي زلافه ديال العدس منقي ومغسول مزيان، جوج معالق ديال الحلبه حتى هي منقيه ومغسوله، واحد الراس ديال الثومه كبير خليته هكا صحيح ما قشرتهمش على بنديرهم هكا، واحد ثلاثه الفصوص غادي نحكم باش يكون تيتشحر الدجاج ان شاء الله. هنا واحد القبيطه ديال الربيع، طلقنا المذاق ونمشيو ان شاء الله للطريقه. عندي واحد الكوكوت كبيره، غادي ندير الدجاج، نزيد عليه ديك البسطانة. راه عندي كمية كبيرة، واخا شتوني عجنت معاكم غير كيلو تاع الدقيق، راه عندي كمية. أنا عجنت معاكم هداك القياس هي باش المبتدئات ميجيهمش المقادير كتيرة في العجينة. عجنت معاكم غير كيلو، أما أنا راه عاجنة كيلو مصوبة قبل. نضيف ديك البصلة كاملة،
كنشحر انا كلشي في دقه واحده. البصله كامله كنديرها، نجيب هذيك الثومه نحكها بواحد الحكاكه، والثومه الاخرى حتى نبين نسقي بالماء ونديرها مع العدس والحلبه باش تطيب معاهم. نجيبو المكونات كاملين. طيب يطيب ليا الدجاج نص طيبه. انا حكيت هذيك الثومه، غادي ندير هذيك الطويمه، هاد الطويمه ديال السمنطيه غنخليها حتى الاخر. غادي نضيف الطبزيره ديالي كامله، غادي ندير الزيت، زيت الزيتون يعني ميزاني على حسب نص كاس ديال الزيت ديال العنبه. ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال زيت المائدة. أنا عندي عبارة في يدي بلا ما نعبرو. غادي نرد هاد المكونات كاملين يتشحرو، غادي نخلطهم مزيان ونردو يتشحر ليا مزيان. وانتم معايا كما تشوفوا، بعد ما تشحر ليا المرقه تشحرت مزيان مصيره مع الدجاج. راه هاد الفروج قلت ليه رجيلاتو من هنايا باش ما يطحنش. المهم راه تشحرت مزيان، غادي نسقيها بالماء. الماء طيب طبيعه الحال، في الجنب نسقيوها الماء الكافي فاش طيب ان شاء الله. هنا غطيتها بالماء مع الدجاج هذا الفروج بلدي، غادي نخليه يطيب. هي اللي ندير معاه باقي ليا العدس والحلبه وديك الثومه، هي اللي نديرهم طيب مزيان وبقاو معايا. ما شفتو، رديت المقيله وجدت واحد الكره عندي الزيت المائده، غادي نبدا نطرق. واش يبان معكم ولا لا؟ كنت انا كنورق فوق الطبله، الكاميرا حطها فوق البوطاجي. نهارها العجينه ارتاحت كتمشي معنا كيما سرحناها كتمشي. المقيلة ديالتنا مزيان بالزيت باش ما تلصقش. هاد معكم واحد اخر، ندير وحده فوق وحده. بهذه الطريقه ما كندير وحده على وحده
انا راه كنعوجها حيت ما مسحكناش، جاتني الكاميرا على يديا. سميتها الا كنت سميتها نجبدوها. كل البطايق نجي نبقاو نديرو هكا ورقة على ورقة حتى نديرو ربعة خمسة الورقات، نخليو حتى يطيبو ونحيدوهم. نبقاو معايا نستمر انا على هاد الشكل هدا حتى نكمل الكمية اللي عندي. بعد ما كملت الكمية بالخبيز قطعتها على هاد الشكل بحال هكا. كنقطعها بحال هكا كلها حتى قطعت كملت الكمية اللي عندي. نحل هاد الطريقة. دابا غادي نقن نسقي واحد الكمية قليلة وغادي نبدا بسم الله نبدا نسقيها. نبداو هكا نديرو طبقات، تبقاو نسقيو ونهزو باش يتسقى كامل. من بعد ما سقيتو كامل كنحط هاديك كنتسو بحال هكا. انا ما عنديش فلفلة حارة راس، درت غير شوية تاع الهريسة بالنسبة لكي ياكل حار. هنا درت تريد بلدي اللي يدير بريستيج، ديرو ديرو زينو بالبيض مسلوق السمان ولا البيض الاخر، ويزينو بالكركاع ولا اللوز والتمر، كلشي على حساب كل واحد والاستطاعة ديالو. هو التريد ديالنا من بعد ما كملناه سكيناه كيجي على هاد الشكل هذا. خلينا ندوز شويه طياب لهداك الفروج بلدي، نتحبوا واش كيهز طياب وخلي دوزتي عليه الكوكوط هو شويه طاب بزاف. المهم كيجي على هذا الشكل، راه كيجي لذيذ. والطريقه اللي درت راه ما كضر لا في المعده لا والو، يتبعوا الطريقه من الاول حتى الاخر غيطلع لكم تريد زوين وما يضركم لا في المعده لا حتى حاجه. سمحوا لي الا شهيتكم، وبالصحه والراحه. كنتمنى ديروا لي لايك واشتراك والبارطاج للفيديو، وشكرا والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.